رسالة إلى فليمون. فليمون واحد. من بولس أسير يسوع المسيح وتيموساوس الأخ لفليمون المحبوب اللي بيشتغل معانا، والأبية المحبوبة وأرخبص اللي متجنب معانا، والكنيسة اللي ببيتك. نعم ليكوا سلام من الله أبونا والرب يسوع المسيح. بشكر إلهي بكل وقت وأنا بفتكرك في صلواتي، وأنا بسمع بالمحبة بتاعتك والإيمان اللي عندك ناحية الرب يسوع والكل القديسين، عشان تبقى شركة الإيمان بتاعك نشيطة في أنك تعرف كل الصلاح اللي فيكو عشان خاطر المسيح يسوع، لأن لينا فرح كتير وتعزية بسبب محبتك، لأن مشاعر القديسين استريح بيك يا أخ. عشان كده ولو كان عندي من خلال المسيح ثقة كتيرة أني أمرك باللي يليق عشان خاطر المحبة، بطلب بالأولى بما أني إنسان بالشكل ده زي بولس الشيخ ودلوقتي أسير يسوع المسيح كمان، بطلب منك عشان خاطر ابني أنسيموس اللي ولدته في الأيوب بتاعتي، اللي كان قبل كده مش نافع ليك ولكنه دلوقتي نافع ليك وليا، اللي برجعه لك فأقبله، اللي هو حتة مني اللي كنت أحب أني أحوشه عندي عشان يخدمني بدالك في أيود الإنجيل، ولكن من غير رأيك ما حبيتش أعمل حاجة عشان ما يبقاش خيرك كأنه على سبيل الاضطرار لكن على سبيل الاختيار، لأنه يمكن عشان خاطر ده افترق عنك شوية عشان يبقى لك من غير نهاية، بس زي عبد بعد كده لكن أحسن من عبد، أخ محبوب وخصوصا ليا، فقد إيه بالأولى ليك في الجسم والرب مع بعض. فلو كنت بتحسبني شريك يبقى يقبله زيي، بعدين لو كان ظلمك في حاجة ولا ليك عليه دين فاحسب ده عليا. أنا بولس كتبت بإيدي أنا أسدد عشان ما أقولكش إنك مديون لي بنفسك كمان، أيوة يا أخ، عشان يبقى عندي فرح بيك في الرب، أريح مشاعري في الرب، وعشان أنا متأكد إنك هتسمع الكلام كتبت لك، وأنا عارف إنك هتعمل كمان أكتر من اللي بقوله. وفوق كده جهز لي كمان مكان لأني بتمنى إني من خلال صلواتكو هتوهب لكو. بيسلم عليك أبي براس المأسور معي في المسيح يسوع، ومرقس وأرسترخس وديماس ولوقا اللي بيشتغلوا معي. نعمة ربنا يسوع المسيح مع روحكو. أمين. لفليمون اتكتبت من روما على إيد أنسيموس الخادم.